أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من فتحا قريبا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
وكفى بالله شهيدا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، محمد رسول الله. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. ليظهره
وكفى بالله شهيدا محمد رسول محمد رسول الله والذين معه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود
ذلك مثلهم في التوراة شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلا
أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما أو مسكينا ذا متربة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم الفاتحة تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين We thank Qari Sayyid Sadaqat Ali for bringing the light of Allah into the masjid. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that a house without worship is like a house built on a graveyard. You know, if there's no worship in the house, it might as well be dead. Life in a home is worship. And we thank the Qari for coming so far to bring in this kind of worship and bringing life to the masjid and to our hearts. There's another young man here that's aspiring to be a Muslim chaplain. He's already given khutbas in the prison. Many of you come to his lectures. So for 2 minutes, Samir, because food is waiting. So 2 minutes. They say brevity is the art of wit. So I want to see if you have wit. For 2 minutes, tell us why it's important to love the Quran and live the Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Be very quick, inshallah, I know the food is waiting. Just a quick thing. One of the important things about living the Quran, alhamdulillah, we can learn from our beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Just from the recitation of the Qari, mashallah, we saw how much emphasis, how much beauty was just in the name Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. There's a hadith where Sahabas came up to the wife of Rasulullah and they said, O Ummul Mu'mineen, O mother of the believers, what is the characteristic of Rasulullah? And she said, have you read the Quran? For verily, Rasulullah is the Quran. And mashallah, around with Ramadan coming around the corner, how many of us around the world will be flocking to the masjid every single night to hear the beautiful recitation of the Quran? But how many of us will really wonder and ponder and try to learn about the Quran, to try to live